جميعاً، معكم أخوكم إسماعيل من السودان، وأدرس في جامعة بشكير الطبية للعلوم الطبية. الجامعة بخصوص الجامعة كويسة وفيها كل المجالات الطبية، فيها صيدلة، مختبرات، علوم تشريح، كل المجالات الطبية. وبالنسبة للطب الأسنان برضو موجود عندنا مستشفيات هوستيكال براكتيك والمختبرات الطبية، تمريض، كل الأشياء هذه برضو موجودة في الجامعة. وبالنسبة للمدرسين، مدرسين ما شاء الله، مدرسين أكفاء ومدرسين كويسين.